انا قسيت عليها اول مره دي انجي، بس هي استفزتني وجرحتني، بس انا جرحتها اكتر. انا مديت ايد عليها. انتوا الاتنين غلطانين يا سيف، بس انت اكتر طبعا. انت كمان يا انجي؟ حتى انا، بس انا مش هتكلم في الموضوع ده دلوقتي. هتعمل ايه بقى؟ هروح الورشه هبات هناك. ليه الورشه يا سيف؟ يعني هي اخدت كل الفلوس اللي في البيت، انا هتصرف في الفلوس، يعني هفتح الورشه تاني وهظبط الشغل والدنيا هتمشي. ايه العبط ده؟ ازاي تقول كده وانا موجوده؟ بص، انت هتقعد معايا هنا لغايه ما تصالحها. تفتكري بعد اللي قلناه لبعض ده ممكن نتصالح؟ اي حد في الدنيا عايز حاجه ممكن يعملها. وانا عايز اقول لك حاجه، يعني انت رحت وغيرت هدومك وبتاع، هتروح ازاي يعني؟ مفيش مروح. على رايك اهي قاعده. تابع جميع حلقات هذا المسلسل على فيو.